الثلج. ازاي تحمي نفسك واسرتك من نزلات البرد والانفلونزا؟ لما تيجي تكح او تعطس اتاكد انك دايما تغطي الفم والانف. اغسل ايديك بالمية والصابون باستمرار. اتأكد من تنظيف الأسطح والأرضيات باستمرار، واستخدم مطهر علشان تتأكد انها مش ملوثة. لو حسيت بأي أعراض برد استشير الدكتور وخليك في البيت. حارب الأنفلونزا، صحتك ثروتك.